إذن مشاهدي محمد يبرس، السلام عليكم في هذا البث المباشر من أمام المجلس الجماعي ديال مدينة المحمدية. من جديد الباع الجائلين ديال ساحة مسجد مالي بن علي ديال المحمدية كيحتجوا قدام القصر البلدي، وأيضا اللي كتواجد في هذا المبنى هذا الباشوية ديال عمالة المحمدية. إذا نخليكم مع هذا المشاهد وأيضا حوارات مع المتضررين من الإقصاء ديالهم. إذا نمشيو نشوفوا. السلام عليكم، نسولك لالا، نسولك شرحي لي هذه الوقفه هذه. هذه احتجاجا خويا، على ما خلونا على الفراشه ما خلوناش نحط اخويا. علاش؟ صافي جا القايد قال لنا حيدو. شحال من عام وانتم كتفرشوا؟ تبارك الله، راه اعوام اعوام تماك. اعوام تماك اعوام كنا نشربوا منها خويا، منها المرض، فيها الكرا، فيها كل شيء. الله يحسن العون، كنطلبوا من هاد المسؤولين الله يشوفوا من حالنا. راه حنا غير من الطبقه هذه، راه الطبقه الكادحه، راه كنطلبوا منهم الله يشوفوا فينا خويا حتى حنايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس، عاش الملك. كيفاش جراو علينا؟ جراو علينا ولدي من 4 شهور بركنا في سامع ماني في الفراشه، 4 شهور بركنا حاجه صحي. ملي خرجنا دابا بغينا نترزقوا، الله حبسونا ما خلانا لا القيد ولا الباشا، ومرمدونا عرفتي، تمرمدنا تمحلنا. وليداتنا تشوفيها مريضه قدامي، انا اللي خدامه عليها، يا اللي خدامه عليها ولدي. دابا كل شيء رفضونا ولدي من هاد الفراشه، قالوا لنا سيروا بحالكم، ما عندكم 28 عام وانا كنحط ولدي في هذيك ساحه ماني. كل شيء كيفرشوا تما، كل شيء الفراشه، قالوا لنا والو ما تبقاوش تحطوا تما كاع بالكل، رفضونا. قال لك والو ما تحطوش، فين غنمشيو حنا ولدي، فين غنمشيو؟ يا مليون قد قالت كيف
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا الفراشة، فراشة ديال جامع مالي، من تما ملي كنعيشوا كنقروا ولادنا وكناكلوا الخبز، بينا بغاش نعيشوا حتى حنا وليداتنا، بغينا وليداتنا يكونوا رجال الغد ان شاء الله، ويكونوا حتى هما في المزاليس، وراه من هذيك الفراشة ولادهم طلعوا ولاو مخبرين ولاو في القودات، راه من الفراشة اللي طالعين من تما ملي قراوا الناس ولادهم، وولادنا رجاله ماشي شمكاره، ولادنا كيقراو باغيين يوصلوا، باغي يهزوا هاد البلاد ان شاء الله، باقي هما رجال الغد، هاد الناس كساونا وجراو علينا، اشنو درنا لهم؟ اشنو الذنب ديالنا؟ يا صابر سمعي نسيان، يا صابر سمعي نسيان، اننا كنطربوهم بهاد الشعارات وكيرغبوا كنظن بان الصوت ديالنا ما بغاش يوصل، وقيلا ان حنا وقينا بعاد باش غادي نوصلوا هاد الصوت ديالنا. يا روحي اسمع مزيان، يا روحي اسمع مزيان، يا روحي اسمع مزيان، والفراش لا يهان، المطالب ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المطالب ديالنا هو خاصنا خويا حنا باغيين نفرجوا. المطالب ديالنا حنا باغيين نفرجوا. حنا اربع شهور دابا داروا الحجر الصحي، درنا الحجر الصحي، قال لك جا من جا الحجر الصحي علمنا سعاده القي. السلطه جات علماتنا قالت لك راه الحجر الصحي، مشينا احترمنا الوقت. دخلت الحجر الصحي من يجينا بقاو سدوا علينا المكان اللي كنا كنصرف فيه. نشاط التجارة ديالنا، من مشينا عند من مشينا للقائد سدوا علينا. شكرا. السلام عليكم. قرب حدي وحنا. شحال من عام وانت كتبيع في ساحة مسجد مالي؟ أنا كنبيع دابا. ماما ديال الكمامة؟ أنا كنبيع دابا في ساحة مالي 14 عام. ولكن دابا أنا باغي نفرش، باغي نحل، باغي نفرش، باغي البديل. دابا حنايا ثلاث شهور وحنا مريحين، أربع شهور ديال كورونا. أنا والديا في البلاد وهنا كارد، ولكن ما لقيت ما بقيت لقيت ما نصير دابا. أنا دابا صافي بغيت نفرش باش نعيش، وبغيت حق، بغيت حق نفرش. صافي هادشي اللي بغيت.
عطينا الحاله الاجتماعيه ديالك. الحاله الاجتماعيه مجوج ولا مازال؟ لا انا ما مجوجش، انا كنخدم على والديا. والديا ما عندهمش. كتعاونهم؟ كنعاونهم والديا في البلاد في العروبيه. عندك شي صنعه؟ عندك شي حاجه؟ ما عندي لا صنعه لا والو، ما قاري ما والو. أيه؟ ما عندي والو انايا. ربيع عشرة؟ ربيع عشرة. كنصور نهار 600 نهار 400 نهار 50 درهم كنعاونهم. السلام عليكم، الله يرحم الوالدين. شكرا. معنا واحد من الباع الجائلين ديال مسجد مالي لكثر من شحال من عام؟ انا 20 سنه تقريبا وانا تما استقالي. 20 سنه. الرئيسه بغينا نشوف لنا شي حل في العاجل القريب. حنا راعينا السي خالد 4 شهور دابا، وانت راك عارف، والتزمنا معهم بالحجر الصحي قال لك مده ديال 3 شهور، وجينا لقينا استعداد قائد ديال السياج، ودابا حنا جينا هنا للبشويه كنطالبوا استعداد الرئيسه باش دير لنا حل، باش دير لنا شي حل في الاقرب، في الاقرب وقت. راه العيد كبير قرب، العيد الاضحى على الابواب، وحنا راه مزيرين والله يحسن العون الجميع. شكرا. اذا بقاو معنا، اذا بقاو معنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه الحاشده ديال الباعة الجائلين اللي كيكونوا في مسجد مالي، في مسجد مالي بمدينه المحمديه. معنا واحد من الباعة. السلام عليكم. السلام عليكم. الرساله اللي بغيتي توجهوا؟ الرساله اللي تنوجوا الجماعه دابا، الرساله اللي تنوجوا، الرساله تنوجوا لهاد الناس. حنا كنا تنفرشوا شحال هادي 30 عام، وحنا ناكلوا خبيز في هذيك الساحه، وصابوا لنا واحد المارشي، والمارشي سيدنا هو صابوا لنا الملك، سيدنا صابوا لنا المارشي، قالنا هاد الخضره غديو، اليوم غديو، هاد الخضره، هاد الشهر، هاد الشهر، شويه تجاوزوا علينا من الساحه، خلونا ما حنا هوك، ما حنا هوك، احنا طبنا، احنا طبنا، ولادنا جاعوا لينا، وما لقينا ما نصيروا عباد الله، اللهم إلا منكر. هاد السيدة وكنا عليها الله، هاد السيدة واش هما ولادهم متبعينهم، وحنا ولادنا جيعانين، ولادهم خدامين، حنا ولادنا ما خدامينش، اللهم إلا منكر. يا ربي تاخذ من حق هاد الناس، راه كانوا ولا بديالنا، راه كانوا ولا بديالنا، راه كانوا بديالنا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. سير سير صور دابا سير. اسمع 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 اشنو
رساله للمسؤولين قدام الجماعه، شنو غتقولوا لهم؟ السلام عليكم. الرساله ديالنا واضحه، اللافتات راه كتعبر عن الرساله ديالنا، الطابلوات الصغار راه كيعبروا عن الرساله ديالنا. ناخذوا مثلا طابلو من الطابلوات: ما ضاع حق وراءه طالب. حنا كنطالبوا بواحد الحق ديالنا، ديالنا حق العيش الكريم، صوتنا عليه في الدستور، في الدستور ديالنا في 2011 صوتنا عليه، هذاك حق في الاستفتاء، حق ديالنا خاصنا نعيشوا. العيش كريم، حنا ما بغيناش كريم، حنا كنطالبوا دابا غير بالعيش كريم. خلينا المسؤولين، مسؤولين كلهم خلينا الكريم. العيش من حقنا نعيشوا، من حقنا نبيعوا نشريوا، من حقنا نديو طريف ديال الخبز لاولادنا. هذوك الوليدات اش غنديو ليهم؟ احترامنا للسلطات جميعا، لكن باب الحوار مسدود في وجوهنا. ما كاينش شي مسؤول اللي هبط عندنا وتحاور معنا، هذا مطلب ديالنا. حنا كنعيشوا من الفراشه، حنا كباعة جائلين، حنا ما كنطالبوش الدوله بالتوظيف، حنا ما كنط... حنا ناس مجازين، حنا ناس عندنا عندنا شواهد عليا. ما توظفناش، ما توظفناش الدوله، درنا الفراشه كحل لنقص من عدد كبير ديال البيطاليين. سوق النموذجي دابا ما كنذكروش، علاش؟ لانه هذاك الموضوع سادين عليه، ما شناش طابلو بان هذاك السوق كيهمنا حنا، ما عرفناش واش كيهمنا حنا ولا ما كيهمناش، مع العلم ان مسؤولين قالنا هذاك السوق ماشي ديالكم. حنا كنتسائلوا، السؤال كيبقى مطروح، طرح نفسه علامة استفهام، هذاك السوق ديال من؟ حنا كباعة جائلين، ما محل ديالنا من الإعراب كمواطنين مغاربة؟ أين هو العمل؟ العمل افتقدناه، ما كاينش عمل. درنا الحل الفراشة كحل باش نعيشوا وليداتنا، ما لقيناش الحل. فينا هو؟ حيدوا لنا لقمة العيش اللي كنا كنديوها لوليداتنا، حيدوها لنا. حنا بغينا هذا الحل هذا يكون سريع جدا، عطونا فين نفرشوا حتى تفكوا معنا المشكل ديال السوق النموذجي. كل هالمدن، أكثرية المدن استفدت من السوق النموذجي، حنا ما استفدناش من السوق النموذجي. هذا حيف ضد فراشة، هذا حيف ضد ناس مجازين، ناس عندهم شهادات عليا هنا في هاد الجمهور اللي كتشوفوا، هاد الشريحة المغربية، حنا مقصيين. هذا حيف ضدنا، حنا بغينا هاد الناس يتحاوروا معنا. ما عنديش دولة، وما كنعيشوش حياة
نحيدوا الباب. ما كنعيشوش هذا المجتمع. كنتسلموا من الدوله انها تقدم هذاك الشخص. كان كاين جهاز شخصي وكنعرفوا فيه وكنشوفوا وكنطوروها وكنبلوروها وكنخدموا منها. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الهدف من هذا الوقفة المجتمع. هذا الوقفة جينا نبلغوا الرسالة ديالنا للسيدة الرئيسة إيمان صابر، لأن هي المسؤولة الأولى والأخيرة على هاد الناس، هاد الشريحة هذه، لأنهم هادو أصوات، هادو هما أصوات ديال المدينة، هادو الأصوات ديال المدينة. نعم. بهم باش كتنتخبوا، لأنه هنا كاينة 210 غادا تضربها في 6 راه تعطيك واحد العدد، وكل واحد جاي من درب ماشي من بلاصة وحدة. هادو الفراشة ديال ساحة مالي كنطالبوا بالسيدة الرئيسة التدخل الاستعجالي تصيف الحالة ديالنا اللي حنا فيها دابا، ولد هاد الشريط اللي حنا فيه، لأن هي اللي كتنوب علينا وهي اللي مسؤولة علينا باش تنصفنا مع السلطة، لا هي ولا السيد الباشا. خاصهم يديروا واحد الجلسة مغلقة استعجالية على هاد الحالة اللي وقع علينا، وكنشكروا الجميع الله. إذن كما سمعتوا واحد من القدماء ديال الباعة الجائلين بمسجد مالي بالمحمدية، إذن كما كتسمعوا مجموعة ديال الشعارات. Oh, yeah.
إذن مشاهدينا نكتفي بهذه التغطيه هذه ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي نقلناها لكم مباشره من امام للجماعه المحمديه الباع الجائلين ديال ساحه مسجد مالي بالمحمديه اللي كيحتجوا من اجل تمكينهم باماكن للبيع. إذن بعد قليل بث مباشر اخر ومنطقه اخرى، الى اللقاء.